انا معاك استاذ شريف. عايزك عايز اخد راي استاذ ماهر، عايز اخد راي استاذ ماهر وارجع لك. استاذ ماهر قول لنا رايك ايه في القصه كلها. استاذ ماهر، اولا مساله ان الفروق تكون كبيره جدا بين مبالغ رعايه الاهلي على رعايه الزمالك، ده امر اعتقد بيحتاج الكثير للكلام عنه وبيثير اكثر من علامه استفهام. ممكن يكون النادي الاهلي عنده حقوق رعايه وشركات وسبونسر اكثر من الزمالك، ده مقبول، لكن ما يبقاش الفارق كبير جدا يا كابتن ميدو بهذا الشكل. امر ما بيعبرش عن حقيقه نادي الزمالك. اللي بيتحدث عن البراند، عن البراند اسم نادي الزمالك في حد ذاته براند، حتى لو ما عندوش مجلس اداره، مش حتى في مشاكل، حتى لو ما عندوش مجلس اداره. وبالتالي انت بتتكلم على نادي كبير. انا اكثر شيء بيستفزني في تعاطي البعض مع مساله الرعايه هو تقزيم نادي الزمالك والتقليل منه. لا، ما ينفعش. النادي الاهلي نادي كيفه، حقه ان شاء الله يجيب عقود رعايه ب 10 مليون جنيه، هذا حقه وهذا جهد ادارته وعمل الناس اللي شغاله فيه. لكن المعايير حتى اللي اتكلم عنها كابتن عبدون في حته الاستقرار، لا، الزمالك مستقر بقاله فتره. الزمالك مستقر مثلا في اخر سنه ما فيش تغيير في مجلس الاداره. الزمالك واخد دوري مرتين ورا بعض. تحدث هو ايضا عن مساله الاستمراريه بتاع اللاعبين. لا، النادي الاهلي ما عندوش استمراريه في اللاعبين. التيم اللي موجود في النادي الاهلي، مين اقدم لعيب موجود في الفرقه؟ ما فيش حد اقدم من شيكابالا، ما فيش حد اقدم من محمد عبد الشافي. لما بقى النادي الاهلي في اخر سنتين ثلاثه، لا، العناصر اللي بتيجي بتبقى لعيبه حتى مش ولاد النادي، الغالبيه العظمى من اللاعبين مش من ابناء النادي، يا اما بعضهم كان خرج راح لانديه اخرى ولما تفوق او تالق زي الشناوي زي ايمن اشرف رجع تاني. يعني انت استاذ ماهر، يعني انت استاذ ماهر شايف ان في ظلم كمان في موضوع الرعايه بلس البث التلفزيوني كبير جدا يا كابتن. طب عبدون عايز اعرف ردك على استاذ ماهر. رد يا استاذ ماهر ان هو اول حاجه الفرق في القيمه التسويقيه بيحدد السوق والعرض والطلب. ولا انا ولا استاذ ماهر ولا يعني هو عرض وطلب. المنتج هتسوق هيتباع بالشكل الفلاني او مش هيتباع بالشكل الفلاني، دي هتعتمد على مين عايز يدفع في عرض وطلب. يعني عرض وطلب بالظبط. دي حاجه. تاني حاجه قصه الاستمراريه. انا قلت ان المجلس اللي فات، مجلس نادي الزمالك اللي فات، بقى فيه استقرار اكتر، بقى فيه لعيبه اكتر زي ما احنا قلنا زي الوينش، فبقى فيه استمراريه. من الناحيه الثانيه فيه استمراريه في الاهلي. علي معلول بقى له في الاهلي 9 سنين، محمد الشناوي بقى له في الاهلي 7 سنين، ايمن اشرف، ففي لعيبه كتير جدا بقى لها، عمرو السوليه، ففي لعيبه كتير جدا بقى لها في الاهلي وقت طويل. والاهلي بيمر في بحاله احلال وتبديل للعيبه في الفتره اللي فاتت. بس اللي انا بتكلم عليه في الحته بتاعه ليه الاهلي وصل للقيمه دي، الاهلي وصل للقيمه دي عشان كان بيعمل الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم في الاول من زمان جدا جدا، قبل ما الناس تشتغل على نفسها بالظبط كده. فهو عمل بيلد اب وخد المومنتم من زمان. فانت فحتى لو انت وقعت في وقت، هي دي ميزه ان انت تبقى شغال على براند. هديك مثال يا ميدو لتشيلسي. تشيلسي لما ابراموفيتش اشترى النادي، الفاليو بتاع النادي قعد يعلى 3 مليون باوند كل اسبوع لغايه اما النادي اتباع ب 3 مليار، اللي هو رقم اعلى من الفاليو بتاع مان يونايتد. ليه عوامل كتيره، فوز ببطولات، المشاركه في التوب ليفل لاطول فترات ممكنه، تعاقد مع نجوم، استمرار النجوم دي معاك لفترات طويله. والحقيقه انا عجبني كلام استاذ شريف في حته ايه، في حته ان الاهلي، وده برضو لازم الزمالك يتعلم من الكلام ده، وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله بقالنا سنين، ان في زملكاويه كتير قوي بيبقوا فرحانين قوي 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 ان مجلس الاداره هيتحل، مع ان مهما كانت علاقتك سيئه بمجلس الاداره، انت لازم تعرف ان انت كراجل زملكاوي او عضو في نادي الزمالك او محب لنادي الزمالك، لازم تعرف ان رحيل مجالس الادارات وحل مجالس الادارات مصيبه، مصيبة على أي نادي. وأنا عجبني كلام أستاذ شريف في النقطة دي، لأن دي حقيقة. للأسف في نادي الزمالك في ناس بتبقى مستنية أول لما الراجل بس يتهز من على الكرسي كده، 70 واحد عايزين يقعدوا مكانه. في النادي الأهلي لأ، في الأهلي لأ، الأهلي وده أنا قلته عندهم حتة إن هو بيحط الاسم بتاع النادي والبراند بتاع النادي أهم من أي أشخاص، وده أثر على نادي الزمالك في القيمة التسويقية وفي البراند بتاعه، والقيمة التسويقية البراند بتاعه.